بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر نيابة عن سعادة الرئيس التنفيذي أن أرحب بكم أجمل ترحيب بعد العودة من الإجازة، ونسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويديم علينا نعمة الأمن والأمان بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسلم عليه عهده الأمين. بيده الله، وكل عام وأنتم.